الاتحاد الأوراق المالية ده مؤسسة ذاتية التنظيم وفقا لقانون 17 سنة 2018. الاتحاد عمل أول جمعية عمومية له في شهر 8 2023 بانتخاب أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد. يعني إيه ذاتية التنظيم؟ يعني الاتحاد بأعضائه ينظم نفسه داخليا ويراقب على نفسه داخليا قبل ما الجهات الرقابية تيجي تراقب عليه، ودي زي ما بيقولوا إيه ليفل، مرحلة من مراحل الرقابة الداخلية والرقابة الذاتية اللي بتحسن السوق وبتبروتكت الانفسترز أو بتحمي المستثمرين من خلال المعاملات الكفؤة. ده دور الاتحاد الرئيسي. في نطاق الدور ده الاتحاد بيعمل أشياء كثيرة جدا مع أعضائه. نمرة واحد بيعمل ميثاق شرف مهني لأعضائه، نمرة اتنين أعضائه كلهم بيوقعوا على هذا الميثاق الشرف المهني، نمرة تلاتة بيساعد على التوعية والتدريب واعتماد الجهات المختلفة للتدريب، نمرة أربعة بيعالج المشاكل اللي ممكن تواجه أعضائه، بيحمي أعضائه من أي ممارسات شايفها تضر بسوق المال، وأيضا من خلال هذه الرقابة الذاتية بيحمي المستثمر من أي ممارسات خاطئة قد تكون موجودة في السوق. خطة الاتحاد إن شاء الله الفترة القادمة بيكمل الكاباسيتي بيلدينج بتاعته، بيعمل نظام العمل الاسترشادي لكل السوق، بيعمل قواعد السلوك المهني، بيعمل مجموعة من الدورات التدريبية اللي مطلوبة جدا للاختصاصات والوظائف اللي هيرخص ليها بالهيئة، أيضا بيعتمد مجموعة من المؤسسات التدريب اللي تقدر تقوم بدورات تدريبية معتمدة، بيعمل بروتوكولات تعاون مختلفة مع جامعات ومؤسسات تدريب محلية وإقليمية، بيبدأ يخرج للاتحادات الدولية والعربية ويعمل معاهم نموذج تعاون مشترك، بينظر في القوانين اللي محتاجة تعديل عشان يقدر يكون إيد عون لهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن. النهاردة احنا عاملين المؤتمر ده عشان نناقش بنود عقد نشاط أمناء الحفظ، لأن هيئة الرقابة المالية في الفترة دي في إطار تنظيمها للسوق بتعتزم أنها تعمل عقد جديد استرشادي أو تضع عقد استرشادي لهذا النشاط اللي هو نشاط أمناء الحفظ. الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة اشتغل على فكرة أن احنا نجيب كل أعضاء السوق وكل الأطراف اللي بتمارس نشاط أمناء الحفظ ونشترك معهم في إعداد نموذج للعقد عشان نبعته للهيئة ونقول لها ده الإطار اللي احنا بنتعامل فيه فعليا طبقا للحالات اللي احنا بنمارسها مع العملاء وبنقابلها يوميا مع العملاء ومع الجهات والمشاكل اللي بتواجهنا في السوق. ف ده الإطار القانوني للتعاقد مع العميل اللي احنا عايزين الهيئة وهي بتعمل العقد الاسترشادي تشتغل في ضوء ان احنا ده ممارستنا الفعلية للنشاط.